كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها هل لدينا غاز ممكن نعمل اسمده ازوتيه؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه، مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص، لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما. وبالمناسبه الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعه، يعني قيمه مضافه اخرى. على كل حال يبقى احنا الاول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم الست مصانع دول. يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعه في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها. خدت وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمه في اسرع وقت ممكن، لان كتير من الناس يقولوا ايه؟ انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه؟ مش ممكن. لو ما عنديش كهرباء طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟